الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. ميكس اف ام تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. مساكم الله بالخير مستمعينا في برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. رحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان الصولي. اليوم راح نتكلم على الكثير من المواضيع، بس يعني يتصدر الساحة الرياضية السعودية الآن موضوعين جدا هامة، اللي هو اليوم الاتفاق اللي راح يلعب مع الأخوي القطري لتحديد إن شاء الله وصوله إذا ما فاز رسميا لدور 16 في دوري أبطال آسيا. والموضوع الثاني المهم طبعا، عشان الناس يقولون انك شردتي ثامر، ومباراة أمس ريال مدريد وبروسيا دورتموند، ومباراة اليوم برشلونة وبايرن ميونخ راح نتكلم عنها، اللي راح تكون بكرة يوم 2 مايو بكرة الخميس، واليوم انسحاب المدلج بشكل رسمي. راح نتكلم على كواليس انسحاب الدكتور حافظ المدلج، راح نتكلم على سيزار الأهلي. كل هذا اليوم في حلقة اليوم برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. أذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا: STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. تجتمع وفود الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومي الخميس والجمعة المقبلين غد وبعد غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي غدا الخميس، واجتماع الجمعية العمومية العادي الجمعة المقبل لانتخاب مجموعة جديدة من أعضاء المكتب التنفيذي، من ضمنهم رئيس الاتحاد، ورسم مسار مستقبل اتحاد كرة القدم الآسيوي. ويشارك في هذه العملية الديمقراطية ممثلو 47 اتحادا وطنيا، حيث سيتم شغر مجموعة من المناصب في المكتب التنفيذي. وشكلت اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لحظات مهمة في تاريخ كرة القدم الآسيوية، حيث كان آخر هذه الاجتماعات غير العادية في جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا على هامش نهائيات كأس العالم 2010، حيث تم آنذاك اعتماد مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي في الاتحاد. هذه طبعا اللي هو الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي وتحديد الرئيس، ومنها حتى اللي هو الانتخاب عضو المكتب التنفيذي في الفيفا. والآن العرب، خلينا نقول تحديدا القطري حسن الذوادي، أحد المرشحين لهذا المنصب. وعلى ضوء ذلك احنا كسعوديين اللي يهمنا في هذا الموضوع طبعا السباق على كرسي الرئاسة، يعني ما كنا احنا موجودين في الموضوع وفي هذه الانتخابات، كان اللي موجود في هذا الموضوع طبعا الشيخ سلمان بن إبراهيم البحريني رئيس الاتحاد البحريني، ورئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال، واللي هو طبعا مرشح التايلندي، وكان دخل في الخط مؤخرا اللي هو الدكتور حافظ المدلج. اليوم أعلن الدكتور حافظ المدلج انسحابه رسميا من المنافسة على كرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومقدما شكرا للأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب على الدعم المعنوي والمادي الذي وجده منه ولكل من وقف معه كأول مرشح سعودي لرئاسة الاتحاد الآسيوي. وأكد المدلج عبر بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه طلب من الاتحاد السعودي للعبة سحب ترشيحه رسميا بعد أن حقق تجربة يعتز بها. طيب الآن اللي حابين نقوله، يعني الناس بيقول لك ليش دخل متأخر، يعني حتى كان الحديث الأمير نواف بن فيصل، مع كل احترامي للأمير نواف بن فيصل ومع كل احترامي للدكتور حافظ المدلج، اللي كانوا يقولون أنه التوافق العربي هو الأهم، إذا ما حدث توافق راح يتم انسحاب المدلج. في البداية ما كان هذا الموضوع، اللي يملكون الجنسيات الأخرى من إماراتيين وقطريين وبحرينيين وغيره من هذه الأمور
يبحثون عن الصوت السعودي والدعم السعودي في الاتحاد الآسيوي أو في الفيفا في الاتحاد الدولي، وحنا لا. هذا طبعا اللي صار الآن مع دكتور حافظ المدلج، وهذا اللي حنا كنا متوقعينه في الفترة الماضية. الآن طبعا نشوف الانتخابات راح تكون بكرة يوم الخميس، طبعا الاجتماع الجمعية العمومية أو انعقاد الجمعية العمومية. اللي أنا حاب أقوله الآن يعني تشوفون، يعني طبعا الشيخ سلمان بن إبراهيم تلاقي في حزب مثلا أحمد الفهد، تشوف الحزب الثاني يوسف السركال، وهذا يتهم هذا. وصلت الآن الأمور للرشوة أو غيرها من هذه الأمور. بس الآن طبعا هذه تعودنا عليها دائما، عاد يدخلون وكل واحد يشكك في الثاني وفي نزاهة الثاني، يعني تشوف أنه ممكن كل واحد يضغط على الحزب الآخر خاصة قبل الانتخابات. الآن الصوت السعودي راح يروح للسركال على أمل أنه ممكن يكون نائب الرئيس حافظ المدلج، على أمل ومو بشرط. الصوت القطري راح يروح أيضا للسركال عشان عضوية الفيفا للقطري حسن الذوادي. حول هذا الموضوع ينضم لي الآن الكاتب الصحفي في جريدة الرياضية والقريب من انتخابات الاتحاد الآسيوي والمطلع عليها بشكل كبير، الزميل عبد الرحمن النمر. حياك الله معنا عبد الرحمن. أحب مساء عليك سامر والمستمعين الكرام. عبد الرحمن، في البداية الانسحاب المدلج كان متوقع وصار اليوم؟ أولا انسحاب المدلج كنا متوقعين، لأن نعرف تماما أنه لم يكن هناك دعما فعليا لحافظ المدلج. يعني خلينا نقول عشان تكون واضحة عبد الرحمن، دعم من خارج المؤسسة الرياضية، ما له دخل في الرئاسة العامة أو حتى في الأمير المعافي. نقول من نواف مزيد الله عطيه العافية وما قصر، لكن عاد كل واحد يعني على قدر مجهوده يبذل جهده يعني. وانا اشكر من نواف مزيد على وقفته وعلى دعم الرياضة السعودية عموما يعني. طيب اللغة الأخيرة اللي احنا سمعناها في انسحاب من الدكتور حافظ المدلج، هذه ما كانت موجودة أول يوم ما يعني كان في مؤتمر صحفي اللي أطلق فيه طبعا الدكتور حافظ المدلج أنه راح يرشح نفسه، بس احنا ما شفنا لا حملة ولا برنامج انتخابي واضح، ولا شفنا خطوات، ولا شفنا أي شيء قام فيه بعد المؤتمر الصحفي. لكن تفاجأنا بعدين من تالي في الفترة الأخيرة أنه لا، إذا ما صار فيه توافق هذا كان استعداد للانسحاب. نعم، أول نبدأ بقصة ترجيح حافظ. لما حدثت المشكله بين يوسف ابراهيم وعدم تنازل كل واحد عن طرف الاخر، عقد اجتماع في الدوحه والكل يعلم هذا الاجتماع، تم الاتفاق من قبل هذا القطري بان يكون هناك مرشح. هذا بعد ما طبعا اعلن ترشحه اللي هو حافظ المدلج. لا، قبل اول شيء قبل الصوره. طيب قبل، نعم قبل. أوكي. ان يكون هناك مستمعي الكرام، ان يكون هناك مرشح توافقي لعل وعسى ان يتم اقناع، ركز معي، يتم اقناع الشيخ سلمان ابراهيم بالتنازل للسركان حافظ المدلج، بان يكون هو المرشح توافقي بين الاطراف، وان يكون التنافس والتذهب للسركان على ان تحصل السعوديه على نائب رئيس الاتحاد، على ان تحصل قطر على عضويه المكتب التنفيذي والاتحاد الدولي. بعد وتعهد الاتحاد القطري انه مع الاتحاد السعودي القدم بانه سيتم تنازل الشيخ سلمان عن هذا الترشيح. بعد مضي شهر من هذا الموضوع لم يتم اي خطوه للامام. فكان هناك على العكس، وكان هناك توقف كامل من قبل الاتحاد السعودي السركان عن التحرك، مقابل ان هناك جهود تبذل من الاقناع الشيخ سلمان. بس عبد الرحمن، أساس بس نوضح الصورة، أول ما أعلن الدكتور حافظ المدلج ترشحه لرئاسة أو لمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي، ما كنا نسمع كلمة توافق. هذه بعدين سمعناها يوم شفنا أنه يعني خاصة بعد زيارة الاتحاد السعودي طبعا مع الدكتور حافظ المدلج لماليزيا كوالالمبور، بعدها شفنا طلعت نغمة اللي هو توافق، وإذا ما كان في توافق رح نسحب. لكن مع البداية يوم أطلق الدكتور حافظ المدلج رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ما كنا نسمع موضوع توافق. أو أولا هي قصة طويلة. هي كان في اتفاق بين السيد السركال وحافظ المدلج على أن يكون هو الرئيس وهو النائب، ولم يكن هناك ظهور أصلا للشيخ سلمان. لكن ظهور الشيخ سلمان ظهر لما تم بناء على رغبة أكيدة من أنا أعتبره بين قوسين الرئيس الفعلي للاتحاد الآسيوي اللي هو الشيخ أحمد الفهد، لأنه هو حامل، هو من الحزب. يقود هذا هو يقود هذه الحملة.
وهذه الحقيقه, لانه حيكون الامر بالماهي احمد الشيخ احمد اليوسف احمد الفهد عفوا احمد الفهد الاتحاد الاسيوي. فلما ظهرت هذه الحمله وجد انه الشيخ احمد الفهد عفوا الشيخ سلمان انه الان بقوه اكثر. يعني هو كان عنده الموافق اللي هو الشيخ سلمان بن ابراهيم على التوافق, لكن يوم دخل في الموضوع الشيخ احمد الفهد وقاد هذه الحمله يعني كبرت بعيننا الشيخ سلمان بن ابراهيم. نعم, والمعلوميه انه هناك كان سر بين الطرفين, بين اتفاق سري بين احمد الفهد عفوا بين الشيخ سلمان بن ابراهيم وسعادة الشيخ يوسف تركان, بان ما في اي شخص يتحدث عن هذا الموضوع نهائيا الى ان يتم او قرب الانتخابات. لكن ظهور احمد الفهد في الساحه الرياضيه ودعمه الكبير وتوفير كافه الامكانيات الماديه والماليه للشيخ سلمان ابرز الشيخ سلمان الباهيم لدرجه انه ابعده عن حضور اجتماعات غرب اسيا. وفوق هذا فخر الاتحاد الاسيوي الاتحاد الاولمبي عفوا اللجنه الاولمبيه الاسيويه لخدمه يوسف السركه لخدمه الشيخ سلمان الابراهيم. وانا استغرب ايضا موقف الاتحاد الدولي المفترض في مثل هذه الحالات اي تدخل اتحاد خارجي يجب ايقاف تلك الانتخابات, لا سيما وان الاستاذ سلمان يوسف تركان اثبت بالقرائن ان هناك تدخل وان هناك رشاوى وانه من الاشياء هذه, وشهدوا وهناك مشاهدات على ارض الواقع وجود موظفي من الاتحاد من اللجنه الاسيويه يعملون في الاتحاد الاسيوي بالفندق ان صح التعبير. طيب عبد الرحمن, مدى تاثير هذه الامور وهذه التشكيك من السركال او من الطرف الثاني على الانتخابات بكره؟ اعتقد انها الان خلاص احنا الان امام امر واقع, ما راح توقف الانتخابات. نعم. الانتخابات بتقام الجمعيه العموميه انعقادها بكره. نعم, وكما معروف الساعه 5 فجرا من يوم غد الخميس تبدا الانتخابات وقد تنتهي على الساعه 7:30 تقريبا. 5 فجرا بتوقيت السعوديه. بتوقيت السعوديه على ان تنتهي تقريبا في الساعه 7:30 تقريبا بتوقيت ايضا السعوديه. لكن الملامح واضحه جدا جدا من الشيخ سلمان الباهيم هو المتجه نحو صدارة رئاسة الاتحاد الآسيوي. الشيخ سلمان بن ابراهيم. في هذه اللحظة. الشيخ سلمان ابراهيم. اعتمدت عليش فيها هذه عبد الرحمن؟ على ما سمعناه وعلى ما شاهدنا وعلى ما شفنا من التحركات التي يقوم فيها أحمد الفهد, ومن خلال أيضا اتصالاتي أنا يوميا بالاتحاد الآسيوي والأعضاء, الكل متوتك, الكل رافض إنه يعني يوضح موقفه, لكنه كأنه يقول انا متجه لشيخ سلمان ابراهيم. شيخ سلمان بن ابراهيم هو الاقرب الان ان يكون هو رئيس الاتحاد الاسيوي. 95% بالنسبه لي من خلال ما 95% ترى كبيره يا عبد الرحمن. انا اعطيك 95% نسبه. اها 95% رغم اني انا بامانه اتمنى ان يكون الشيخ سلمان عفوا الشيخ يوسف التركال هو الرئيس القادم للاتحاد الاسيوي. وكان حتى يعني حتى يوم قريت التغريدات انا اللي كنت كاتبها قبل شهر انه قلنا السركال هو الاقرب, لكن الان انت تقول 95% اختلفت الموازين وان الاقرب الشيخ سلمان بن ابراهيم. متى اختلفت الموازين؟ اختلفت الموازين في الان في الايام الاخيره العشر الاخيره اختلفت الموازين من حيث العمل الجهد الكبير اللي بذله الشيخ احمد الفهد من اجل ان اصبح صديقه ليتولى هذا المنصب. وانا اؤكد لك انه الشيخ سلمان ابراهيم تبقى بس فقط سنه هذه وثمان أشهر القادمة هذه سنة ونص على أن يكون على أن يكون المنصب في 2015 للكويت. للكويت للكويت يعني عطني وأعطيك الآن الشيخ أحمد الفهد. نعم. وبعدين أنت بيسلمها للكويتي القادم. نعم, أنا وصلت أنا وصلتك لهذا المنصب والآن أنت توصلني للأربع سنوات المقبلة. هذا السيناريو اللي سوف يتم في هذه الانتخابات. طيب والان طيب والتكتل خلينا نقول السعودي الامارات القطري وين بيروح في هذه الزحمه؟ خلاص ضاع ضاع. ها بعد الطريق هذه ضاع لانه خلاص ظهرت الجبهه الاقوى وانتصرت. وكنت اتمنى انا من كان من التكتل الثلاثي لو كان عندهم خطه اي او بي انه في حال عدم وجود توافق او عدم تنازل ان يكون هناك خطه بي انه هو بمساعد حين تواجه حمله احمد الفهد. اوكي انا اقول انك ان يكون عندك جبهه اخرى انت تقاتل من اجلها حتى تجد تكافؤ بين الصفين. طيب عبد الرحمن, اليوم قبل ربع ساعه محمد النويصر, طبعا هو عضو في المكتب التنفيذي في الاتحاد الاسيوي, عرفت شلون؟
عضو في المكتب وحتى محمد النويصل. نعم هي عضو هي اسم الدولة هي فقط هي العضوية لأن إحنا دول عشر دول. عشر دول طيب. لا عشر دول وأنا والمملكة العربية السعودية لها اسم لها عضوتها وحافظ المدج حافظها. ممثل عنها حافظ المدج طيب. نعم حافظ. طيب عبد الرحمن الآن يقول محمد النويصل قبل شوي أن الدول طبعا هو يتكلم على انسحاب المدلج الآن يقول دول تملك قوة اقتصادية ومالية وعسكرية وغيرها تخسر في الانتخابات وتعود أقوى في المرات القادمة ولا زال لدينا الرغبة في خوض انتخابات 2015. سؤالي عبد الرحمن إذا تم السيناريو اللي أنت قلت عليه 95% الآن أن الشيخ سلمان بن إبراهيم هو اللي يكسب وبعدين تروح عاد يسلمها الشيخ سلمان بن إبراهيم لشخص كويتي أيا كان للرئاسة أربع سنوات قادمة اللي هو أخوه طلال اللي هو طلال طلال الفهد. نعم طلال الفهد طيب ممتاز. الكلمة هذه اللي قالها والجملة اللي قالها هذه محمد النويصر أن لا زال لدينا الرغبة في انتخابات 2015 شوف هذه أمنية وجملة تعبيرية كل واحد يعني أنا وأنا أؤكد أيضا كلام محمد النويصر إن شاء الله بإذن الله لأن نحن نتجه توجه اسمه الرئيس العام بعد الشباب اللي منهم فيصل ونشير على خطاه فإنه السعودية سوف يكون لها شان المستقبل وهذا شيء طبيعي يجب نحن نقوله ونؤمن بالله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله المسؤولين بالأمير الرئيس العام على الشباب بأنه يكون هناك يكون المنصب الجاي أو رئيس الاتحادات ولا نعم لكن لا تعلم قد يكون يحدث ما حدث في هذا المعركة اللي حدث حاليا ولا نكسب لكن الإنسان يعمل والباقي على الله يعني كل أمنية يعني لن يكون هناك بس يمكن المملكة العربية السعودية سيكون أكثر من دولة تنافس هذا المقعد طيب. لكن يظل الدعم المادي الدعم اللوجستي مطلب أساسي من الدولة صحيح طيب. من الدولة نعم كان طيب عبد الرحمن سؤالي الأخير لك متى كان آخر اتصال لك بكوالالمبور قبل ساعة بالضبط يعطيك العافية عبد الرحمن شكرا لك حياك الله كان معنا الزميل الكاتب الصحفي في صحيفة الرياضية الزميل عبد الرحمن النمر اللي يقول حسب اتصالاته وعلاقاته في كوالالمبور الآن وفي الاتحاد الآسيوي وأنا أثق في عبد الرحمن صراحة لأنه عنده اتصالات وعنده علاقات كثير يقول تتجه للشيخ سلمان بن إبراهيم. نطلع الفاصل القصير ونرجع مرة ثانية نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا في برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني عن الأجواء التي تحيط بانتخابات الاتحاد الكرة الآسيوي والشد والجذب المتواصلين بين المرشحين يعد أمرا عاديا في أي انتخابات حتى في أكثر الدول الديمقراطية بما في ذلك أوروبا مؤكدا أن صندوق الاقتراع هو الذي سيحسم الجدل. وذكر بلاتيني في تصريحات اليوم خلال تواجده في العاصمة الماليزية كوالالمبور التي تشهد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الآسيوي أنه سيكون هناك تنسيق بين اتحاد الكرة الأوروبي ونظيرها الآسيوي من أجل تطوير الكرة الآسيوية بمجرد الإعلان عن اسم الرئيس الجديد للأخير. وقال بلاتيني من المهم أن تعرف قارة آسيا رئيسها الجديد وما أراه حاليا من حشد إعلامي كبير واهتمام يؤكد أهمية هذا الحدث وقيمته على مستوى القارة. سنعمل على التنسيق بين الاتحادين القاريين لخدمة الكرة الآسيوية في الفترة المقبلة. كشف أحد المواقع البولندية والذي كشف طبعا عن تفاصيل تخص بعض المفاوضات وبعض العروض اللي قاعدة تجي الآن لبرونو سيزار لاعب النادي الأهلي إلى زينت الروسي. وأوضح طبعا أوضحت المواقع أن ممثلا من طرف اللاعب البرازيلي توجه بالفعل إلى روسيا للقاء مسؤولي النادي ومناقشتهم حول بعض التفاصيل بعد أن وافق برونو سيزار على الانتقال. وبحسب الموقع فأن برونو سيزار سيكون لاعبا
بصفوف زينت ابتداء من مطلع يوليو المقبل، وذلك بعد أقل من شهرين على تصريح لبعض المواقع حول عزمه العودة إلى أوروبا بعدما مثل الأهلي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقبلا من بنفيكا البرتغالي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف لقاء صفقة قاربت 50 مليون ريال. بكل أمانة المسؤولين والقائمين على النادي الأهلي ما قصروا في الموضوع هذا، جابوا لاعب غالي ولاعب له سمعته من أوروبا اللي هو برونو سيزا. بس أنا أطلب من الأخوان الأهلاويين أنهم يحفظون حقوقهم في هذا الانتقال، لأنه بكل أمانة برونو سيزار ما قدم أي شيء للنادي الأهلي، يعني بعض اللمسات الخجولة في بعض المباريات. فأنا أشوف أن النادي الأهلي لازم يحفظ حقوقه بشكل كبير إذا فعلا اللاعب هذا عنده النية أنه يغادر الفريق، أو يعني بطريقة البيع، بطريقة الإعارة، بطريقة هذا. المهم عشان يعني ياخذون حقهم من هذا الموضوع، لان هذا اللاعب ما كمل كم عند النادي الاهلي وما قدم الشيء اللي يذكر بصراحه، او مقابل المبلغ المفروض انه يتقاضى او العقد اللي هو اخذه بشكل كبير. موقع الفيفا اشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بالنادي الاهلي بعد تمكنه من انهاء مشواره في الدور الاول لمسابقه دوري ابطال اسيا دون خساره بتعادل مضيفة النصر الإماراتي 2-2 في مكة. وأكد الفيفا أن المباراة كانت هامشية بعدما ضمن الأهلي التأهل ضمن الجولة الماضية وهو خاض اللقب بالفريق بالفريق الرديف، في مكان النصر فاقدا لأعمال تخطي الدور الأول. أما بالنسبة للهلال فقد استطاع الصعود طبعا والحديث للفيفا إلى الدور الثاني للمسابقة بفوزه الثمين على مضيف الريان القطري 2-0 في الدوحة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، وضمن هلال المركز الثاني برصيد 12 نقطة ولحق بالاستقلال الإيراني المتصدر ب 13 نقطة والذي عاد بفوزه من أبو ظبي على حساب العين الإماراتي 1-0، فيما بقي الريان في المركز الأخير برصيد 4 نقاط. الآن بالنسبة للاتفاق بيلعب إن شاء الله مباراة بعد نص ساعة، بيلعب مع الأخوي القطري. الأخوي يتصدر المجموعة ب8 نقاط، الاتفاق في المركز الثاني ب7 نقاط، في المركز الثالث بختكور الأوزبكي ب7 نقاط. أيضا نقول إن شاء الله أن كل الثلاثة هذه الفرق مؤهلين أنه ممكن اليوم يفوزوا، أي واحد منهم طبعا يفوز يتأهل مباشرة، سواء الأخوية أو الاتفاق أو بختكور الثلاثة. وتشوف يعني المجموعة هذه غريبة وبتشوف فيها حسابات كثيرة، لكن نتمنى حتى لو فعلا الاتفاق بيلعب مباراته خارج أرضه مع الأخوي القطري هناك في قطر، نتمنى الاتفاق أنه يحسمها بالفوز دون النظر لأي شيء ثاني، لأن الاتفاق لو فاز انتهى الموضوع وحسم التأهل. ناخذ اتصال من معنا. ألو، حياك الله أبو يزن. معك أبو يزن. حياك الله أبو يزن، تفضل. ايه تعمل، انا يعني ان شاء الله باذن الله، انا اللي فهمته من المجموعه اذا ما خاب ظني فهو انه الاتفاق مجموعه الاول منها حيقابل مجموعه الهلال، صح الكلام ده ولا انا غلطان؟ صحيح اللي فهمته. صحيح بالضبط. طيب يعني انت كيف تبغى الاتفاق يكون اول يا تعمل؟ انا ما قلت الاتفاق يكون اول، لا انا اقول لك ان شاء الله الاتفاق يفوز ويحسم التاهل وليست الصدارة. لا إن شاء الله بإذن الله. أي لأنه على فكرة. لا. تصير فرصنا يعني تصير. أنا قلتها يا أبو يزن أمس في برنامج غرفة 11 أنه نتمنى إن شاء الله إنه الشباب اليوم يحصل على نقطة. الشباب بيلعب مع الجزيرة الإماراتي اليوم الساعة 8:30. نتمنى الشباب ياخذ نقطة واحدة عشان يتفادى مقابلة الأهلي، عشان نضمن إن شاء الله الاثنين يكونوا في دور الثمانية. وقلت حتى أيضا إنه الاتفاق، لأنه الاتفاق لو ما فاز بيتم على 7 نقاط، صح؟ ولو فاز طبعا الأخوية 8، يعني لو فاز الأخوية اليوم على الاتفاق بيصير 11 نقطة، بيصير 10 نقاط، يصير اتفاق برا. أنا قلت إن شاء الله الاتفاق يفوز ويحسم التأهل، ما قلت يحسم الصدارة. يمكن أجل أنا يمكن التفكير بس راح على مكان ثاني. طيب تفضل. أول حاجة أحب أبارك لجميع الهلاليين بالتأهل أمس، جميع الأهلاويين، وإن شاء الله يستاهلون بتأهل إن شاء الله الاتفاق، وخلاص باركنا للشباب ما يقصر عاد. وإن شاء الله يعني نسوي زي عادات الكرة السعودية آخر السنين، يعني إن شاء الله السنة هذه يصير يعني استمرار ويصير في تقدم بحيث إنه نوصل للنهائي هذه المرة إن شاء الله، يكون يعني بإذن واحد أحد ان شاء الله باذن الاول الحصول على اللقب.
بالضبط هذا أهم حاجة. يعني الشيء الثاني اللي بتكلم عنه يعني أنا 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 متفاجئ من بعض الآن اللي يعني أنا أشوف إن الإدارة الهلالية بدأت الآن تسوي حركات كل سنة اللي هي تسريب التعاقدات وتسريب البيانات وتسريب إنه زي 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 حركة كل سنة إن إحنا والله نبغى اللاعب هذا نشوف الجمهور كيف حيسوي. فأنا الآن قاعد أسمع الأخبار وقاعد أشوف الأخبار تدخل إنه والله في اللاعب هذا جاي للهلال، في اللاعب هذا ترى حيوقع مع الهلال. يعني أتمنى إنه خلاص يعني هذا ما هو من عندنا يا أبو يزن، يعني أقصد مو من عندنا من داخليا، يعني ما الأندية يعني سواء الهلال أو الاتحاد أو هذا، وحنا نشرنا خبر أمس، هذا مو من عندنا من داخل الأندية، هذا يجي من برا. يعني مثلا يروح مثلا الاتحاد أو الهلال يروح يفوضون مثلا لاعب هناك، خلينا نقول مثلا لاعب برازيلي في رومانيا مثلا، تلاقي الصحافة الرومانية تتكلم عن العرض اللي جاء من النادي السعودي، فالأخبار تطلع من هناك ما تطلع من هنا. طيب وإذا كان اللاعب من عندنا في السعودية زي نواف العابد طالع أخبار الآن يقول لك إنه خلاص ممكن يروح الاتحاد، طب وين الرجل طالع في الإعلام هذا الناس شوف. كله وطالع وقال أنا بوقع للهلال، يعني طلع وقال أنا بوقع للهلال خلاص. أنا اتفقت على كل البنود معاهم قال. وأنا أقول لك يعني ليه؟ لأنه في في في, في أنا أقول لك إياها بكل أمانة، وأنتم تعودتوا معروف عن نواف العابد إنه لاعب مشاغب. كيف مشاغب؟ يعني كذا عنده حركات وعنده ذا، فالناس خلاص ربطوها إنه الفريدي راح الاتحاد، المفروض نواف العابد يروح الاتحاد. ولا نواف العابد أكيد إنه هو شاري الهلال وتكلم فيها، والهلال شاري نواف العابد، فمو من السهل إنه هو يطلع من النادي. لا يعني أنا أتمنى، يعني هذا هو اللي أنا مستغرب، وإن أنا أعرف إن نواف العابد يعني هو شايف اللي حاصل لغيره، يعني سواء يعني من دون استقطاب أو أي حاجة، يعني هو شايف اللي قاعد يحصل. بس لعيب نواف العابد ها؟ والله يستاهل صراحة. أنا فاجأني السنة هذه، يعني أنا لا ما يفاجأ الرجل من أيام ما كان في شباب وناشئين هلال. لا تامر أنا أصدق الجول، يعني بكل صراحة وأمانة نواف العابد في بداية يمكن لو ترجع قبل رحنت إنه ما راح ينجح. لا أنا قلت إنه ما حنجح، أنا توقعت الفريد ينجح أكثر منه بصراحة، يعني أكون صادق في الموضوع هذا. ليش؟ الإمكانيات الجسمانية لها دور مثلا في نظرتك؟ إمكانيات والاستهتار بعض الأحيان يكون له دور في الموضوع. توقعت الفريدي أفضل بصراحة، أنا أصدق، لكن صراحة زلاتكو أنا أتكلمها بكل صراحة وأمانة، زلاتكو أنا أتكلم مو كومبوري، زلاتكو صراحة صقل يعني نواف العابد بطريقة يعني حسسه بمسؤوليته تجاه النادي. بس هذا اللي صراحة الشيء اللي أنا أشكر زلاتكو. طب ليش طب ليش ما تقول أيضا يا أبو يزن أنه اللاعب حسب المسؤولية سواء بزلاتكو أو غيره؟ ممكن ورجع ممكن. يعني في الوقت المناسب إذا كان الموضوع هذا فعلا والله يعني الكرة السعودية بدأت تتطور في الموضوع هذا إذا طيب كان كذا. يعطيك العافية. طيب بس نقطة صغيرة بس بتكلم عنها، أتمنى إنه مازن إنه الفرج سلمان الفرج، يعني أتمنى من كل قلبي، هو لاعب كويس وصراحة مستقبل كبير لكرة القدم. أتمنى إنه ينتبه لنفسه، بس أنا هذا اللي أبغاه. بس وإسقاط بسيط جدا على أبو فرح حبيبي، أبغى أقول له بس كيف هدف سعد الحربي، بس هذا هو. طيب إن شاء الله يسمعك أبو فرح. عاد عثمان، عاد عندك أبو فرح لازم تجيبه، عاد أبو يزن أعطى واحدة موجودة أبو فرح. طيب عموما حتى لو هذا بس عشان ايش؟ عشان لا نغتابه مو موجود. طيب زلاتكو اكد مدرب نادي الهلال ان بقائه مدربا للهلال مرهون بقرار الاداره، معربا عن امنيته في الاستمرار بمنصبه. وقال زلاتكو اتمنى الاستمرار، ولكن في هذا في النهايه ليس قراري، سيكون تركيزي كاملا في المرحله المقبله على كاس الملك وفي اللقاء المقبل في البطوله الاسيويه عقب تاهلنا. وظيفتي مدرب ولست صاحب قرار في بقائي أو رحيلي عن الهلال. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي موعد مباراة فريقي الشباب والرائد ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال، حيث جاء موعد اللقاء عند الساعة 6:55 يعني 7:05 من مساء يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لتقام في نفس توقيت مباراة الفتح مع الاتفاق في الأحساء، في حين سيتم لعب مواجهة الاتحاد والهلال في مكة عند الساعة 8:55 يعني 9:05.
ميكس اف ام تقدم الجولة. نبيل شركة الخرية التجارية. نبيل حياك الله نبيل، تفضل. حياك طول عمرك. الله حييك يا غالي، شكر لك على البرنامج طال عمرك حبيب قلبي، تسلم والله. وبالنسبة دائما انا اردد للزملاء الميول الهلالية والنصراوية، لازم انا نوصف. انا سمعتك البارح تكلم عن الزيلعي، اي تمام، فنظل نجدد النواف العابد سالم الدوسري من الشباب اللي نتمنى له بالتوفيق. اكيد كل الشباب، ولا ننسى بعد ابراهيم غالب، يعني صراحه كان قدم مستوى كلهم الجميع بدون استثناء. وانا أكيد. اقول لك دائما وارددها انه قدوتي في الملاعب محمد الشلوب، يستاهل. يعني اللاعب اللي الجميع يستاهل وكل احترام وتقدير. اللي في الهلال نترك الأسوأ. أكيد. أكيد بالعكس. أكيد. وإذا تسمح لي بالنسبة لاتحاد الأسوأ لي تعليق بسيط. تفضل. طول عمر بالنسبة للسركان ذا والله ما كنت أعرف اسمه حتى. إلا يوم تكلم على أيام خليل جلال وقال لنا نبيع فجل وما فجل عشان نحكم مباراة. وقدرة قادر أحد أنه هاجم المملكة العربية السعودية خيروه وحطوه مسؤول في الاتحاد الآسيوي. كان نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أيضا. وكان نائب رئيس الاتحاد الآسيوي. ما أنا عارف صار في المسؤول الحكام بعدين صار في الاتحاد الآسيوي. وقبله طبعا ابن حمام لما كان يهاجم الاتحاد السعودي صار رئيس، ما أدري كأنه اللي يطلع لازم يهاجم المملكة أو يجيس نفسه. والصوت السعودي ترى بيروح للسركال. ها ما احنا ما انا لو محل حافظ المدلج والله ما اخذنا يا برئيس والله ادمي زي لا ما ب... مو باكيد انا مو باكيد انا بياخذها مو باكيد انا بياخذها نبي ما ابغاه ولا تشرفنا اصلا الواحد يهاجمنا ويصير نواب له الظروف الظروف تتغير وتحكم يا نبيل ما هي كذا الظروف المصالح تتغير ويجيك حزب عن حزب لكم المشاهد المستمعين انه يجب ان عندنا كرامه عندنا قيم نحفظها اكيد عندنا الكرامه بس انا اقول لك يا نبيل دائما الظروف تحكم وتتغير في تقلبات كثير ما يبقى الحال على ما هو عليه والله نتمنى ان شاء الله انها تتحسن بس ان وننسى اتحاد الشريطيه هذا ننساه طيب يعطيك العافية يا نبيل الاسم الشريطيه طيب شكرا لك الضايعات والمساومات واعطيني واعطيك وتحبلك يعني لا تاخذني تقول اقول مستمعين في الكلمات لا لا معليش حياك والله صار زي كذا الله يعين يا نبيل الله يعين ولا ايش اللي يخليهم يسكتون على ايران اللي يخليهم يسكتون على المشاغبات واذا فريق سعودي سوى غلطه بسيطه قوم الدنيا وقعدوا واصلوا كل العمر صح نبيل شاكر لك طال عمرك وسامحونا لا لا بالعكس حياك الله يا نبيل الله يوفقك خلينا نطلع الفاصل قصير نرجع في برنامج الجوله برعايه شركه الخريف التجاريه ميكس اف ام تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية نفى المدير الفني للمنتخب البحريني الأرجنتيني كالديرون وجود أي مفاوضات مع أي فريق سعودي أو إماراتي خلال الفترة الحالية مؤكدا على استمراره مع المنتخب البحريني وأضاف كالديرون بأنه كمدرب محترف لابد وأن يوضع حد في مثل هذه الأخبار لا سيما وأن عقده تبقى عليه فترة قصيرة مع الاتحاد البحريني لكرة القدم وأكمل المدير الفني بأنه في حال وافق اتحاد الكرة البحريني على تمديد التعاقد فأن جميع هذه الأخبار سيكون لها حد وستتوقف في وقت ما في نادي الفيصلي أنهت إدارة النادي علاقتها رسميا بمحترفي الفريق إسماعيل العجمي وكريستوف الفرنسي بعد أن أبلغتهما بعدم حاجة الفريق إليهما الموسم المقبل بناء على التقرير الفني اللي قدمه مدرب الفريق البلجيكي لمجلس إدارة النادي الذي يدرس كذلك عرض خدمات محترف ساموا نابي اللي هو الغيني في سوق الانتقالات لفك ارتباطه مع النادي حيث يتبقى من عقده موسم آخر أنهى الأهلي صفقة ضم مهاجم الخليج علي الشعلة لصفوفه بعد مفاوضات قيدة في كشوف ناخذ اتصال معنا عماد تفضل يا عماد السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا عماد تامر أمسي عليك وعلى الأخوة المستمعين والمستمعات في برنامجك الرائع هذا والله وانت أروع عماد وتسلم يا غالي الله يعطيك العافية الله بس عندي ثلاث نقاط سريعة الله يحفظ تفضل يا عماد النقطة الأولى أرفع أسماء آيات الثاني والتبريكات للأمة الهلالية على التأهل الدور الثاني من البطولة المستعصية علينا البطولة الآسيوية
وإن شاء الله بإذن الله أنه يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخوي سامر, أنا ودي يعني اللي أسأل سؤال, يعني إيش فائدة ترشح حافظ المدلج الرئاسة الاتحاد الآسيوي إذا أنه مبيت النية أنه ينسحب؟ ما هم مبيت النية, تبي رأي عماد؟ أيوة سامر. بكل أمانة كان في وعود من دعم من خارج المؤسسة الرياضية السعودية, طيب, والمفروض أنه يجي الدعم هذه وانسحب عليهم. يا وانسحب. سامر أنت تبغى تترأس أكبر قارة موجودة اللي هي قارة آسيا, يعني لازم أنك تتخذ كل الوسائل الممكنة للفوز بهذا المنصب. بس هذا لازم يكون في دعم يا عماد بفترة بسيطة وتفتح لها. صحيح. المفروض كان المصيبه الان اخوي سامر, يعني دوله كبيره بحجم المملكه العربيه السعوديه على الصعيد الرياضي ولا يوجد اي صوت لحافظ المدلج سوى الصوت السعودي, يعني هذه تعتبر اساءه وسقطه في تاريخ الرياضه السعوديه. لازم يكون في دعم اكبر من المؤسسه الرياضيه السعوديه, وانت عارف ايش اقصد يا عماد. هذا هو النقطه الاخيره اخوي سامر, الله يبارك فيك ويحفظك. الوضع الذي لماذا الاتحاد ليس في صالح الكرة السعودية. أنا أطلب من سمو الأمير نواف بن فيصل التدخل العاجل في أمر نادي الاتحاد. من أي ناحية؟ من جميع النواحي, الكل شايف يعني الاتحاد بطل آسيا سنتين متتالية وأحد أكبر المرشحين لنيل اللقب في كل مشاركة, يعني آخر بطولتين غير مشارك فيها, كذلك المركز بإذ لا يليق بسمعة وتاريخ نادي كبير مثل نادي الاتحاد. طيب يعني عد الاتحادين, عد المشكلة أنت آخر متصل يا عماد, يعني ما نقدر نقول لك الاتحادين يردون عليك, خاص هم أبخص من هذه. بس يعني والدليل على أن الطاقة لا تورطنا ما بنورطك يا أخوي سامر. الدليل على أن الطاقة ضائعة في الاتحاد, يعني من يقوم باتخاذ القرارات من يقوم به هو الحاكم بأمر الأستاذ عادل جمبي, والفهم يفهم. طيب شكرا لك يا عماد, يعطيك الله يعطيك العافية دامر ومشكور حبيبي. شكرا لك وشكرا لاستماعكم برنامج الجولة. أنا أقول الاتحادين أبخص بناديهم لأنه هذا هلالي, يعني ما نقدر ندخل هذا في هذا. عموما مباراة الاتفاق والأخوي القطري بدأت الآن, بالتوفيق إن شاء الله نادي الاتفاق, وشكرا لاستماعكم برنامج الجولة. راح نتكلم إن شاء الله عن مباريات اليوم, ولا ننسى مباراة طبعا الشباب إن شاء الله لو يحصل على نقطة الساعة 8:30, وإن شاء الله نكون معكم في برنامج غرفة 11 الساعة 10 مساء. أيه عبد الله المحضار يقول لي أحمد الفريدي جاله توأم وما حضر تمرين أمس وبيكون موجود في تمرين اليوم. شكرا, تمسون على ألف خير. الجولة برعاية شركة الخريف التجارية.